أعزائي المشاهدين، عندنا اليوم سؤال مع برنامجك الخير، وسؤال بسيط نعطوه لعمي مصطفى. حيوان يكره الخيانة، شكون هو؟ ما يحبش الخيانة وما يخون زوجته. سبع. لا، كاين حيوان واحد قربوك شوية الإجابة من السؤال بتاع يعيش في البراري. الذئب. الذئب، إيه الذئب ما يخونش الزوجة تاعها. إيه صح. إيه. وحتى كي تموت الزوجة تاعو ما يزهوش، يبقى عازب، يموت عازب. إيه صح. وما يخونش الزوجة تاعو. سبحان الله، الحيوان أعطاه الله تعالى خصلة أنه ما يخونش، والإنسان يخون، وهذا درس. والإجابة صحيحة، نعطيه له مليون لعمي مصطفى. كثر خيرك يا مهداة من طرف مؤسسة بلاط اللي تسد بها حاجياتك عمي مصطفى. نعطيها لولادي في العواشر. آمين إن شاء الله عمي مصطفى. ويكثر خيركم ويرحم والديكم يا أمزي. احنا العين بصيرة واليد قصيرة. احنا الشيء اللي نقدر نديروه. المشاكل هذا تاع يدنا واحد، يدنا دار إنسان. صعيبة عليها بزاف. ماشي راجل هذا. الإنسان اللي يدنا الحرمة تاع إنسان واحد آخر ماشي راجل. صعيبة عليها بزاف. احنا معروفين جزائريين بالحرمة. الإنسان اللي يدنا المرت راجل ولا المرأة محصنة هذا ماشي راجل. بلاط يتمنى لكم رمضان كريم. مجمع زيرتوب يتمنى لكم رمضان كريم. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.